واصل مجلس النواب خلال جلسة مسائية عقدها اليوم مناقشة مشروع قانون الانتخاب لسنة 2015، وأقر المجلس مادة تتيح حق الاقتراع للمواطن الأردني الذي أتم سن 18 من عمره قبل 90 يوما من بدء يوم الانتخابات. وفي مداخلة له حول إحدى مواد مشروع القانون، طالب رئيس الوزراء الدكتور عبد الله نصور النواب بعدم إقرار أي مادة في القانون تتيح إشراك أفراد الجيش والمخابرات والأجهزة الأمنية في العملية الانتخابية، وذلك لإبقائهم على الحياد واقتصار مهمتهم على حماية الانتخابات وكافة الاستحقاقات الدستورية الأخرى. يعني تعتبر الحكومة أنه هذه واحدة من أحسن ما أدخل على القانون. شو اللي كان أول بالماضي؟ تعلن الانتخابات، يطلب من المواطنين التوجه إلى الأحوال المدنية للتسجيل، فكانت رحلة البطاقات الزرقاء بالزمانات والهويات، وكان يبدأ الفساد والتدخل والرشوة والعشير اللي واقف في باب التسجيل تبع الأحوال واللي مزبط له موظف وقاعد بجنبه بشرب شاي. أنا بأكد، أنا شفت مشاهدات بمنتهى المرارة، أسابيع بيضلوا قاعدين في الأحوال المدنية وبيأثروا. إحنا المرة هذه عملنا شيء حضاري وصحيح ودقيق، لا نبدأ من الصفر، ننشئ الجداول إنشاء. إحنا بدينا بداية الأحوال المدنية،